الغازات غازات أخرى. أفكر. نلاحظ أن مادة تخرج من الولاعة فتحترق عبارة عن غاز. نلاحظ ظهور فقاقيع في الماء دليل على وجود الغاز بالولاعة. نوع الغاز المتسرب من الولاعة قد يكون غاز البوتان أو غاز البروبان. نلاحظ بعد مدة أن البالون انتفخ كما هو مبين في الصورة. نستنتج أن ما بداخل البالون هو غاز. هذا الغاز هو ثاني أكسيد الكربون. ما يتسرب من القرصي الفوار هو ثاني أكسيد الكربون. عرفت الآن فيما تشترك تلك الأشياء. إنها تشترك في تقديم أنواع من الغازات. طبقة الأوزون هي التي تمنع تسرب الأشعة فوق البنفسجية التي لها مخاطر وأضرار على الكائنات الحية على وجه اليابسة. بالإضافة إلى الهواء هناك غازات أخرى منها غاز البوتان وغاز البروبان وغاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الأوزون. الغازات غازات أخرى.